كشف قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أن جنوده يقاتلون على الجبهة بأسلحة وذخائر قليلة أو حتى معدومة، مجددا دعوته للغرب بتسليم العتاد الحربي إلى بلده بوتيرة أسرع من أجل التصدي للهجمات الروسية. وقال سيرسكي خلال مقابلة صحفية أن الوضع على الجبهة بات متأزما في بعض المواقع، مشيرا إلى أن روسيا كثفت بشكل كبير أنشطة قواتها الجوية مستخدمة قنابل جوية مسيرة تدمر مواقع الجيش الأوكراني.